اجتماع قصير صغير محدد. طولنا الاجتماع اللي فات عشان افرش بس جواك قصه السر. عطشنا الى ما لا يرى، بدخلنا الى اسرار الرب، لانه لا عطشنا الى ما لا يرى، بدخلنا الى اسرار الرب لانه سر الرب الخائفي. سؤالين جولي في الوسط. اول سؤال، الرؤساء والسلاطين في السماوات دي ملائكه شر ولا ملائكه الرب؟ الاثنين. الرؤساء والسلاطين في السماوات اللي بيعرف بواسطه الكنيسه بحكمه الله، بيعرف بواسطه الكنيسه لملائكه الرب ولارواح الشر بحكمه الله. والسر اللي بيحصل جوه الكنيسه، سر الحكمه اللي بيحصل جوه الكنيسه، بيتحرك تجاه ضد ارواح الشر وبيعلم الملائكه، لانه الملائكه بتتعلم من خلال الكنيسه مقاصد الرب، لانها بترى في الكنيسه ما لم تراه في السماويات. بترى في الكنيسه ازاي الرب بياتي على كنيسه ما تستحقش، ازاي الرب بياتي على كنيسه ما تستحقش وبيتحد بيها وبيطلع فيها يسوع. وده بالنسبه لهم واو، بالنسبه لهم واو، غير مدرك ازاي الرب بياتي على كنيسه ما تستحقش، على تراب، وبيطلع مجده وبيغير من الطبيعه. تعرفين الملائكه طبيعتهم ما بتتغيرش، طبيعتهم نورانيه، ما بيطلعوش طبيعه الهيه. الكنيسه مدعوه انها تطلع طبيعه الهيه، الملائكه ما بيعرفوش يطلعوا طبيعه الهيه. الانسان في الروح في مكان اعظم من الملائكه. جود مورنينج. انت مدعو انك تطلع طبيعه الهيه، الملائكه ما بتعرفش تطلع طبيعه الهيه، طبيعتهم نورانيه. فالرؤساء والسلاطين من ملائكة الرب والرؤساء والسلاطين من أرواح الشر بيتقابلوا مع السر اللي بيحصل جوه الكنيسة، لأن السر اللي بيحصل جوه الكنيسة أقوى من كل قوة تانية. عشان كده السر غالي، عشان كده بولس بيخدم السر وبيجاهد من أجل السر. وسر التجسد هو المفتاح اللي بيفتح كل حاجات تانية، وهنحكي عليه أكتر، بس خلينا نركز في حبة حاجات محددة. القصة ان احنا في مواجهات، علشان احنا في مواجهات بنحتاج اسرار. يسوع لما قال اعطي لكم ان تعرفوا اسرار الملكوت، ما كانش بيحكي عن 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 جماعة سرية، يعني عارف الاسرار فدول اللي معاهم الأسرار. لا، كان بيحكي عن مواجهات الكنيسة بتقف فيها في ملكوت الرب على الأرض عشان تواجه قوى الأرض. فالسر قوة، وده التعريف اللي احنا كتبناه واتفقنا عليه. فالسر ما هوش حاجة، السر بينقلك من معلومات مواضيع إلى قوة روحية في عمق هذه المواضيع. فده مش بيلغي المواضيع، لكن السر هو القوة الروحية في القصد الإلهي الأعمق من حبة مواضيع إلى قوة إبليس ما يقدرش يقف قدامها. والآن الكنيسة لها مواجهات بتحتاج الأسرار، لأن الأسرار هي القوة اللي بتقدر تقف في مواجهات مع قوة إبليس. فحنبص على حبة حاجات في الورقة عندك. أول حاجة اسمها سر الاسم، تسمع عنه؟ أتاري إبليس عنده أسرار. تسالونيكي الثانية صح 2، تسالونيكي الثانية صح 2، عدد 3. لا يخدعنكم أحد على طريقة ما. خلي بالك من الاستخدام اللغوي. خليني ابتدي من الاول. طيب، من عدد 2، لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم. موس الاسرار بتحفظكم، فاكرين؟ الذي يثبتكم هو السر مش المعلومه. المعلومه مهمه مش بنلغيها، لكن لو لازم تخرج من التسطيح الى السر. لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا.
لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة، يعني لا ترتاعوا. لا بروح يعني ممكن الأرواح تريع، أو كلام الناس يريع، أو أنك تقرأ حاجة فترتاع. لا تتزعزعوا، لا ترتاعوا سريعا عن ذهنكم، لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا. وبيتكلم هنا عن حاجة كانوا بيمروا فيها في تسالونيكي، إن طلع كلام وفكرة إن رب جه وراح وسابهم، أن يوم المسيح قد حضر. لا يخدع عنكم أحد على طريقة ما. فخلي بالك اللغة، تتزعزعوا ترتاعوا تنخدعوا بروح أو بكلمة أو برسالة، أيا كان الموضوع. هو بيتكلم هنا عن موضوع معين، بس هتفهم إن ده مبدأ روحي. فلا تتزعزعوا، لا ترتاعوا، لا تنخدعوا في ذهنكم، لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة، لأنه لا يأتي الرب إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك. طبعا في ناس اللي بيحبوا الكآبة فيقول لك آخر الأيام كلها أيام ارتداد، ده الكآبة وعندهم آية. بس في آيات تانية بتحكي عن حالة الكنيسة في الأيام الأخيرة، أنها مجيدة لا عيب فيها ولا غضن، مليانة نهضة، مليانة نار، مليانة حضور. إذن في ارتداد وفي مجد، مجد رب يرى وظلام دامس بيرى، الاثنين في نفس الوقت، علشان ده مقاصد الرب، ده قصد الرب، إنه لغاية دلوقتي العالم لم يرى مجد الرب في الكنيسة. لغاية دلوقتي العالم لم يرى مجد الرب في الكنيسة، فالسواد بيزداد والمجد بيزداد علشان المجد يرى والعالم يختار للاختيار النهائي. فهتلاقي ناس بتتحرك لغاية المجد، وفي ناس بتختار انها ترتد تماما. في هذا المواجهة بتحصل مواجهات كتيرة لها علاقة، لا ترتاعوا، لا تتزعزعوا، لا يخدع عنكم أحد بروح أو بكلمة أو برسالة. عدد 4 بتدي يوصف بقى إنسان الخطية ابن الهلاك، المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. بتكلم عن ضد المسيح. أما تذكرون إني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا؟ الآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته، لأن السر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجزه الآن، وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطل بظهور مجيئه. أوكي، فبيقول إن في يأتي زمان حيستعلن الشيء اللي مانع الأثيم. سيأتي زمان سيرفع الشيء الذي يحجز الأثيم، لكن الأثيم ده تجسد لسر اسمه سر الاسم. مرتين، عدد 7، سر الاسم الآن يعمل. سر الاسم الآن يعمل إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجزه الآن، حينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده. فسر الاسم يعمل الآن لغاية لما سر الاسم يظهر يتجسد في شخص اسمه الأثيم. أوكي، دي مدارس لها علاقة بالعهد بالأزمنة الأخيرة، ومدارس كتيرة وتفسيرات كتيرة. لو عندك تفسيرات تانية لك كل الاحترام وكل التقدير، بس في حقيقة دي اللي أنا عايز أركز عليها، مش عايز أركز على نبوات الأزمنة الأخيرة، إن في حاجة اسمها سر الاسم. سر الاسم يعني سر الخطية، سر الاسم. حاجتين في الحتة دي، إذن هناك قوة للخطية، وقوة الخطية جاية هنا المفاجأة.
الإثم يعني خطية، وقوة الخطية جاية من الأثيم، والأثيم قصته إن هو ضد المسيح، وضد المسيح يعني ضد إن المسيح جاء في الجسد. يا رب تنور. أنا هخلص الاجتماع دلوقتي بالجملة اللي حولها دلوقتي. سر الاسم هو قوة الاسم. قوة الاسم جاية من الكذبة، من الخداع، من التزعزع عن الحاجة اللي هو بيحاربها، إن المسيح جاء في الجسد. سر أي خطية في حياتك هو عدم إدراكك لسر التجسد فيك. ترجم: قوة أي خطية في حياتك هو عدم إدراكك لقوة التجسد فيك. إدراكك لسر التجسد، هنحكي عليه حالا زيادة، إدراكك لسر التجسد بيطلق قوة ضد سر الإثم، لأن سر الإثم تجسده في الأثيم، وقصة الأثيم إن المسيح ما جاش في الجسد. سألت سؤال تاني، طب أنا سامع ومبسوط وكل حاجة، بس الإعلان بتاع السر اللي أنت بتحكي عليه ده لسه مش منور للآخر جوايا. أنا عارف، عشان كده هتحتاج انك تسمع تاني في اوضتك، وتقوم سامع وساجد وعطشان وخايف مخافة الرب تملاك، وتقرا في الكلمه، وتقرا تفتح الايات مره تاني. ده شغل، بتعمل مشوار روحي جواك في اوضتك. انت مش حضرت وتكفي على الخبر مجور، خلصنا مؤتمر وروحنا. لا، عايز الاعلان بتاع الرب، السر، كل سر من أسرار حكينا عنها وهنحكي عنها دلوقتي، قوته تتحرك فيك. أنت محتاج تعمل مشوار روحي. أنا مش جاي بحكي لك عن مواضيع قريتها في حتة، أنا جاي بحكي لك عن مشاوير روحية أنا وإنت بنقضيها، أنا قضيتها وإنت مدعو أنك تقضيها. مش مواضيع روحية. السر هو قوة لقصد إلهي مش ظاهر، بتمشي فيه وبيمشي فيك عشان يطلق هذه القوة. ففي سر في الكتاب المقدس اسمه سر الخطية، سر الاسم. وأتاري كل خطية في حياتنا كل خطية في حياتنا قوتها عدم تجسده. عدم إدراكنا لتجسده. أنتوا هنا؟ كل قوة للخطية في حياتنا هي عدم إدراكنا أن المسيح فينا. أنا لو منك أقول يا لهوي، وانا عايش طول الوقت عمال بخبط بخبط بخبط، واتاري القصه كلها في الاخر اني ادرك ان المسيح جاء في الجسد. والجسد انا بقول المسيح جاء فينا، وده السر اللي بولس عمال بيحارب من اجله، واتاري هو ده السر الانجيل. وانه سر الاسم، قوه الاسم، قوه الخطيه، قوتها نبع من خداع وزعزعة وترهيب بروح أو بكلام أو برسالة تزعزعك من حقيقة، لأن الأثيم كل قصته أن المسيح ما جاش في الجسد. تيموساوس الأولى، أنا قلت لك سر الاسم، سر الإيمان. تيموساوس الأولى في مساوس الأولى صح 3. في مساوس الأولى الحقيقة في سرين،
صح ثلاثة بتكلم على أولاد الرب. حي بيتكلم عن شمامسة. والشمامسة يعني يعني حضرتك كل خدام. إنما هؤلاء عدد تسعة لهم سر الإيمان بضمير طاهر. فبيتكلم عن الناس اللي بتخدم، والناس اللي بتخدم دي لها السر. السر ده سر الإيمان، لهم سر الإيمان، بس سر الإيمان ده بضمير طاهر. يعني إيه؟ يعني في قوة ماشية فيهم، وهذه القوة ماشية بإدراك بإيمان. الإيمان ده أنت عارف محور كل الأسرار هو إيه؟ سر إيه؟ التجسد. وحتشوف حالا السر الإيمان ده مربوط بسر جاي وراه حالا، عشان قلت لك هو ورا بعض. بس في سر اسمه سر الإيمان. أنا ليه بقول سر الإيمان؟ عشان في قوة داخلية ماشية ورا الإيمان بنفس المبدأ. موضوع اسمه الإيمان، بس الإيمان أنا جواها إيمان حلو قوي، بس الإيمان ده قوة. الإيمان ده قوة بتطلق، الإيمان ده قوة بتتحرك، واللي بيحرك قوة الإيمان هو السر. والسر اللي بيحرك قوة الإيمان إن المسيح فيك مرة تاني. فسر الإيمان هو إدراك إن في داخلك، هكون بحكي عليه أكتر، إن في حاجة بتطلق من جواك، أنت بفعل إرادي بتطلق. أقول لكم آية كلكم عارفينها، إن عطش أحد ماشي يقبل إلي ويشرب، ماشي تجري من بطنه. الفعل الأولاني ده فعل إرادي، إن عطش تجري من بطنه ده فعل اتنين، مش سلبي، مش اتنين، هو عايز يجري وانت بتتجاوب معاه. انه ايه؟ انك تطلق الانهار اللي جواك انها تجري. ده سر. يعني ايه؟ يعني حضرتك ممكن تخدم حاجة، ممكن تتكلم حاجة، ممكن تخدم بمعلومات بمواضيع روحية، لكن حضرتك مفروض تخدم بأنهار خارجة من بطنك مش بمعلومات خارجة من ذهنك. وده السر. الإيمان بينقلك من معلومات في ذهنك إلى قوة المسيح فيا، بيخرج أنهار ماء حية، قال هذا عن الروح القدس. فبيخرج من أحشائك من بطنك أنهار أنت بتطلقها بإيمان. المواجهة خارجة، أشرح لكم حالا في السر اللي جاي، سر التقوى. تيموثاوس الأولى في نفس الإصحاح صح ثلاثة برضو، اللي أختي قالته تصوني قالته مبارح وأنا كنت لا استني علي. تيموثاوس الأولى 3:16 بالإجماع. الآية دي ممكن نقعد فيها ساعة. بالإجماع عظيم هو سر التقوى. خلي بالك احنا ابتدينا بسر اسمه ايه؟ سر الاسم. اوكي. عظيم هو سر التقوى. ابليس عنده سر اسمه سر الاثم، وحضرتك عندك سرين اسمه سر الايمان وسر التقوى. عظيم هو سر التقوى ايه؟ الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح. ايه اخبار التالتة دي؟ تراءى لملائكة. حد بيفكر هنا؟ كرز به بين الأمم، كرز به بين الأمم. هي طبعا لو انت بتفكر دماغك هتصير، بس ممكن تعديها. خلي بالك اللي جاي، أؤمن به في العالم، العالم آمن به. العالم آمن به. لا ما تهزوش راسكم، العالم آمن بيه. ده حصل
أوكي. كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. عظيم هو سر التقوى. أنا لو منك أقول عروستي. صدقني قريت كل الكتب اللي عندي ومش قليلين الكتب في تفسير هذه الآيات يمين وشمال وطبخ وتربخ، لأن الآيات أصلا رايحة يمين وشمال. ليهم حق، أنا مش بتريق. للآيات رايحة يمين وشمال، ولو حاول تفهمها بطريقة لاهوتية منطقية فلسفية ذهنية بترشق في الحيط، كلها بترشق في الحيط وما بتفهمش. ومعظم الكتب ما بيني وبينك يعني كتير منهم معلقش، يعني أؤمن بها في العالم ده ما فيش تعليق، أم ناطط، فهمني؟ هو معلقش، هو قالك حنمسيهم واحدة واحدة، معلقش أؤمن بها في العالم دي ما هجيبها ازاي. وبعد كده معلقش ان الترتيب متلخبط، أؤمن به في العالم ورفع للمجد. طيب اوكي، عظيم هو ايه سر؟ خلي بالك سر الاسم هو سر، لكن سر التقوى عظيم. يا رب تنور. سر التقوى عظيم لأنه هو بيضرب سر الاسم. قوة الاسم وقوة الأثيم أضعف من سر التقوى. سوري؟ أيوة طبعا يا أبو محسن على مهلك. هم عرفوش إن اسمك محسن؟ سر الاسم وسر الإيمان هما سرين بيكسروا سر الاسم. سوري، سر التقوى وسر الإيمان سرين بيكسروا سر الإثم. وعظيم هو سر التقوى لأنه سر الإثم أضعف جدا. سر الإثم هو قوة الخطية. Good morning. بكرة هنحكي في حاجة، يعني في اجتماع بكرة طلع كده برا الملزمة وبرا المؤتمر كله، بس طلع هقوله بكرة. أحد الحاجات اللي خرجت على مدار تاريخ الكنيسة هو إن الجسد ده حاجة وحشة لأسباب كتيرة مش ممكن نحللها. ممكن أقعد أجيب لكم صداع لمدة ساعتين إزاي ده طلع، بس ده اتغلغل في كل التعليم، في كل الطوائف، في كل التاريخ، إن الجسد ده حاجة وحشة. والكتاب المقدس بيحكي كتير عن الذين ببساطة أن الجسد والجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، أوكي، وأنه الذين هم في المسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الهوى والشهوات، وممكن تطلع منهم كل الآيات وتقول الجسد حاجة وحشة. بس الحقيقة مش الحقيقة يعني، لكن في جانب آخر للصورة، مش الحقيقة، في جانب آخر للصورة حقيقي. الجانب الآخر للصورة أنه سر التجسد بينقل إدراكنا للجسد. الأبدية اللي موجودة بالفعل جواك لو ما فيش ليها جسد مش هتبقى في الأرض. الأبدية اللي موجودة جواك لو ما فيش ليها هيكل حجارة مش هتبقى موجودة في الأرض. دي مش صعبة، دي سهلة، زمانكم في السماء. دي أول جملة، نقطة من أول السطر. نقطة نمرة اثنين، لما الرب جاي يتكلم عن الأبدية اللي موجودة جوه الهيكل بتاعك، قال إن الهيكل بتاعك عبارة عن حجارة جسد حية، حجارة حية. إذن حصل تغير في الماتيريال بتاعة الحجارة الجسد لدرجة إن هذه الحجارة بقت حجارة حية، فده ما بقاش جسد طبيعي. نقطة من أول السطر، في جانب آخر لقصة الجسد، إن الجسد إحنا دايماً بنبص من برا لجوه، فجسدي والروح جوه نحفر عشان نلاقي الروح القدس. بس القصة أصلاً إنك أنت بتعيش من الروح. فالجانب الآخر للصورة إن الأبدية اللي موجودة جواك بتشع
على نفسك وعلى جسدك. بس خلي بالك ان ده إدراك سر التجسد، الله ظهر في الجسد، جاء في الجسد، مش مفصولين عن بعض، فبيعجن، فبيبقوا خليني أقولك الجملة اللي جوايا، عشان جسدك ممكن يكون امتداد للأبدية اللي جواك. ده أحسن ما أقدر أعمله، مش هقدر أقول أكتر من كده. آخر ما توصل إليه العلم. جسدك ممكن تتعامل معاه كقشرة خارجية دمها تقيل، تقيلة. تقولي آه ده بولس قال أنا مشتاق أنزع الخيمة الأرضية. بولس ما كانش بيقولها بطريقة سلبية. بولس كان بيقول أنا مشتاق أكون مع يسوع، ما فيش حاجة تفصلني عنه، بس إن أنا أكون موجود هنا ده ألزم ليا، فأنا مبسوط أنا موجود في هذه الخيمة علشان أخدم. فما كانش بيقول أنا متضايق من الخيمة دي، أنا عايز أخلعها من عليا. القصة مش كده. في جانب إن الجسد ممكن تتعامل معاه كحاجة بتخنق الروح جواك، الجسد يشتهي ضد الروح. بس في جانب آخر بقى في الملكوت، معقولة هو دي كل حياتك الجسد يشتهي ضد الروح وربنا حاططني في الجسد؟ في جانب آخر، في جانب آخر للحقيقة. إيه الجانب الآخر للحقيقة؟ لو ابتديت من جوه البر، لو أدركت الأبدية وأن الله ظهر في الجسد وأن الله بتعجن المسيح فيكم سر التجسد، هو ده سر التقوى. الله جاء في الجسد، وبولس عمال بيقوله عشان كده بنأتي كل إنسان إيه؟ كامل. إنسان بيبقى كامل، تتغير إلى تلك الطبيعة عينها، إلى تلك الصورة عينها، شركاء طبيعة. فجأة ممكن بقى الآيات دي تتحول إلى حاجة لها شوية معنى، ما تبقاش مواضيع روحية. يعني إيه نتغير إلى تلك الصورة عينها؟ عينها صورة مين؟ يسوع. إلى تلك الصورة عينها، من مجد المجد إلى قياس قامة ملء. إحنا حافظين، فكر إيه الريفرنس، إيه الستاندرد اللي يقول لنا قياس قامة ملء المسيح؟ إزاي نقيسها؟ وإزاي تحصل؟ عظيم هو سر التقوى. الله جاء في الجسد لما أدخل إلى العالم. الجسد عنده أوبشن تاني، مش إن يبقى دمه تقيل بيصارع الروح. الجسد حقيقي عنده أوبشن تاني في سر، في قوة اسمها قوة التقوى. إيه؟ إن هذا الجسد يبقى امتداد للأبدية اللي ساكنة جواك. يعني امتداد للأبدية اللي ساكنة جواك، يعني مش بيخنق الأبدية، لا ده بيتجاوب مع الأبدية، ده بيتغلغل جواه الأبدية اللي جواك. وسر السر بيتحرك، المسيح فيا رجاء المجد. الجسد ده امتداد للأبدية. يعني امتداد للأبدية اللي ساكنة جواك، مش امتداد للأبدية اللي في السماء، امتداد للأبدية اللي ساكنة جواك. فالجسد ده بيبقى حجارة حية، ذراته بتتغير، فبركته بتتغير، ترددات الموت اللي جواه بتتلغي، سر الإثم اللي بيجيب موت بيتلغي، وترددات الأبدية بتتحرك في جسدي. ده أوبشن، ده عظيم هو سر التقوى. الله جاء في الجسد. سر الإثم بيقول إيه؟ إن يسوع ما جاش في الجسد عشان إيه؟ يلغي سوري أنا صور الجملة اللي قلتها دي جملة غلط خالص. المسيح ما جاش في الجسد، مش يسوع. هو اسمه ضد المسيح مش ضد يسوع. انتوا المفروض سمعتوا الجمله دي مني قبل كده، بس انا حسيت ان مش معظمكم سمعها. هو اسمه ضد المسيح مش ضد يسوع، صح؟ لان هو ما عندوش مشكله مع يسوع، عنده مشكله مع المسيح. ما عندوش مشكله مع يسوع، عنده مشكله مع المسيح. يعني ايه المسيح؟ المسحه جت في يسوع،
بقى يسوع المسيح هو ضد ان المسحة تأتي في الجسد، هو ضد المسيح، هو ضدك عشان انت المسحة في الجسد، وبيحاول يطرمخ بروح بكلام برسالة ان المسحة تأتي في جسدك، وان التجسد يبقى حاصل فيك، مش بتبقى انت يسوع المتجسد، لا، التجسد المسيح فيكم، ده سر الكنيسة، انه زي ما النبيت والمية افصلهم بقى. حد زعل مني ان انا اتكلمت عن موضوع التناول. القصة انا عايزك تشوف الصورة، الخبزة بقت معجونة جواك، الصورة أنا بوريك الصورة، الخبزة بقت معجونة جواك، الخمر والمية ما تقدرش تفصلهم عن بعض، خلاص بقوا معجونين جواك، المسيح فيكم بقوا معجونين جواك. إيه رأيك؟ المسيح بقى معجون فيك بس جسدك كخة، المسيح بقى معجون فيك، اتحد بينا بالكامل، عشان كده مات بينا بالكامل، عشان كده فدانا بالكامل، عشان كده تحفظ روحك ونفسك وجسدك كاملة بلا لوم عندما جيء ربنا، جسدك كاملة بلا لوم. عارفين الآية؟ سمعتوها 15,000 مرة؟ طب عمركم وقفتوا عند تحفظ روحك ونفسك أوكي، وجسدك كاملة، جسدي كامل بلا لوم. إله السلام نفسه يقدسكم، تسالونيك الأولى 5، إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ويحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم إلى يوم مجيء ربنا يسوع المسيح. فهو اتعجن بالكامل بالجسد عشان يتعجن بالكامل بجسدنا، فجسدنا عنده أوبشن تاني انه يبقى امتداد للمعجزه اللي حصل جوانا، المسيح فينا اتعجن بينا واتعجن بجسدنا، فانت ممكن جسدك يبقى حجاره حيه بترددات مختلفه، وسر الاسم فيك يتكسر، لان اعظم منه هو سر التقوى، الله جاء في الجسد. لسه احنا لسه في اول نقطه، تورر بالروح، ده سر التقوى، تبرر بالروح. بتحصل حادثة عند اللاهوتيين، أو بلاش اللاهوتيين، المفسرين في تبرر بالروح، بيبقى لو هو أرى اللي هو قايله هيبطل يكتب، لأنه بيبقى خلف خلاف. القصة كلها بولس بيقول لنا، بيكلمنا احنا، مش بيكلم عن تاريخ. بولس بيكلم الكنيسه اللي في الارض، مش بيكلم لاهوت نظامي. بولس مش بيحكي اساسيات الايمان في الايه دي. هنا دي مشكله المفسرين، كلهم تصوروا ان بولس بيتكلم عن اساسيات الايمان. ربنا جاء من 2000 سنة في الجسد، وربنا قام بروح القيامة فتبرر بالروح، طبعا ودي خلف خلاف، هو يسوع تبرر ماشي، ومدخلين خلف خلاف، وبعد فتصوروا أنه بيحكي عن لاهوت أساسيات إيمانية. مش كلهم فسروا طراءة لملائكة، كور زبيه بين الأمم لازم يتكلموا عليها عشان لازم يتكلموا عن الكرازة، أمن به في العالم يترمخوا عليها، رفع بالمجد، صعد وجلس عن يمين الآب. تحس أنك فهمتش ولا حاجة. بولس مش بيتكلم عن أساسيات الإيمان، بولس بيتكلم الكنيسة عنهم في زمنهم، بيقول لهم بصوا في سر للتقوى دلوقتي ناو. إيه سر التقوى دلوقتي ناو؟ الله جاء في الجسد، تبرر في الروح ناو، مش في الصليب وفي القيامة. في القيامة تعين ابن لله بقوة بجهة روح القيامة من الأموات، من جهة روح القداسة، روميا 1. القصة مش كده، القصة بتكلم الكنيسة. عظيم هو سر التقوى، الله تبرر بالروح. يعني ايه؟ عايز تنتصر في اي مواجهة، عايز كل شكاية، عايز كل حاجة جواك تنتصر على كل حاجة براك، اطلق الانهار اللي جواك دي، لان الانهار اللي جواك دي الروح، والروح ده مليان بر بر بر، وعظيم هو سر التقوى، الروح بيطلق بر
الله قدامك، الله اللي ساكن فيك، الله اللي جاء في الجسد تبرر بالروح. يسوع عمل كل حاجة عشاننا ولا لا؟ أوكي. عمل كل حاجة بينا مش بس علشاننا. اسمعوني، هو مش بس مات عشاننا، مات بينا، هو قام مش بس علشاننا، قام بينا. اوكي، فلما يسوع جاء في الجسد مش جاء بس في الجسد عشان يبقى قصة من 2000 سنة، لا، ده جاء في جسدنا. لما يسوع تبرر بالروح، بدون دخول في تفاصيل اللاهوت بتاعها، يسوع تبرر بالروح بينا. الروح اللي جواك بار، روح القدس اللي جواك بر الرب. عايز تتبرر في كل مواجهة، انت بتتبرر بالروح. ازاي؟ اطلق الروح، خلي الروح القدس تتحرك قدامك، اطلق الانهار من جواك تجري من بطونهم انهار ماء حي. قال هذا عن ايه؟ عن الروح القدس. الروح القدس ده مليان بر، مليان بر. ده يسوع، يسوع حصل التجسد والقيامة عشان البر ده ليك، هو عمله لينا وبينا، علشان برك ما يبقاش برك، لكن برك يبقى بر الروح اللي ساكن فيك لما بتطلق الروح. اوكي، في مواجهه بتحصل في حياتك، في خطيه بتتحارب بيها، بتتحارب بسرقه، بتتحارب بكذب، بتتحارب يعني قبل تشم. كلكم عارفين انك بتشم ريحه الخطيه قبل ما تيجي، مش كده؟ بتيجي الفكره، بتيجي مش اي ايا كان، تيجي تجرب عظيم ان هو سر التقوى في الوقت ده. خليني اتكلم عملي، مش في ده سر اسم، قوه الاسم، قوه الاسم عايزك تكذب، عايزك تسرق، عايزك تلتوي، عايزك ايا كان، تغضب، تنفعل، حلو قوي. فانت بتحس انا داخل على الموضوع ده، حلو قوي. تيجي نجرب سر التقوى، تيجي نجرب، بس مش بتحاول يستعلن فيك وقتها، لازم تمشي الرحله ويبقى مستعلن بالفعل جواك. بس بعد ما يستعلن جواك سر التقوى، بتفهم، وعظيمه هو سر التقوى ضد سر الاسم، بتفهم المسيح فيا، المسيح فيا، يعني فاهمين، انا قشره ليسوع. انا مش عايز اقول الجمله لان انا بقولها انا ما بيني وما بينه، ومش عايز اقولها لك بس هقولها لك. فهمني، لان انا فاهمها، مش فاهمها ك ك ك ك كهرطقه، فاهمها بادراك. انا يسوع، مش لاني يسوع، افهمني صح، مسيح فيا، فانا ما ينفعش سر الاثم ينطق فحد فاهم حاجه. ولأنه فيا في حاجة بتنطلق مني، بر الروح، تبرر بالروح عشاننا، تبرر بالروح فينا، تبرر بالروح بينا، وبر القيامة. بر القيامة كان روح، ليه تعين ابن لله بالقيام الأموات من جهة روح القداسة؟ إيه اللي جاب روح القداسة روح القيامة؟ أن روح القداسة بر، أعلن أن هذا بار، ولأن هذا بار أبواب الجحيم بتتكسر، ولأن هذا بار بيقوم الموت وبياخد مفاتيح الموت والهاوية. بس مش عمل كده كقصة تاريخية، عمل كده بيك، ومحط الروح اللي قومه من الموت، اللي أعلن أنه بار وقدوس، حط الروح اللي قومه من الموت جواك، علشان أي ذرة سواد، أي ذرة خطية، أي ذرة إثم، أي ذرة شكاية، أي ذرة مكسورة تماما، لو أدركت أنك تبررت بالروح. يا رب تنور. حد فاهم حاجة؟ ده استخدامك، ده 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 السر. عظيم هو السر. السر يعني ايه؟ يعني قوة، حاجة داخلية مختبئة، بس اول خائف الرب يعرفوا السر، وهذه قوة ابليس ما بقدرش يقف قدامها. عشان كده في سر اسمه سر الاثم، قوة الخطية اللي بتستعلن في الخاطئ الاثيم، لكن عظيم اعظم منها هو سر التقوى. اوكي، اخدك زياده او اخليني ادوس، لان انا حريص انك تستخدمها حتى لو ما عجبكش الكلام. روحك لو ادركت سر التقوى، روحك مليانه بر كافي جدا ليك وللناس اللي حواليك.
روحك مليانة نور بيحرق كل فتلة سودة، مش فتلة بس خطية، وفتلة شكاية وفتلة كسرة، كل ألوان أخرى مش أبيض في الفتل اللي شغالة في حياتك بتتحرق، حتى شبه شر، حتى شبه كآبة، شبه نفسية مش عارف إيه، اي حاجه اي لون تقول لي ما دي حلوه، معقوله دي ده بيج فاتح، بيج فاتح زي اسود كالح، احنا عايزينها بيضه. حد فاهم حاجه؟ هو ده شبه الشر، ما فيش حاجه اسمها كده، روحك ما فيهاش بيج فاتح. وهنا بيفنى النقاب، هنا لما بتطلق في بر في الروح، ويسوع تبرر في الروح بيك. انتوا عارفين ايه الاعمال بقولها بتاع القيامه من الاموات دي؟ احتياطي احتياطي، روميا واحد. قصه كلها يسوع، روميا واحد أربعة، تعين ابن الله بقوه من جهه روح القداسه بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا. وطبعا اللاهوتيين والفلسفيين يخشوا بقى في القصة بتاع التعين ويقولوا جمل كبيرة ومجعلظة وحلوة قوي، بس القصة كلها ببساطة ده عشاننا، لأنه أخذنا، إحنا كنا فيه، عملوا من أجلنا وبينا. تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيام الأموات. طب إيه اللي جاب روح القداسة للقيام الأموات؟ ليه؟ لأن في إعلان حصل إنه الروح، هذا الروح روح بار، ولأنه روح بار وإحنا فيه، كان واخدنا معاه، متنا معاه، قدنا معاه، فالروح البار ده كسر أبواب الجحيم. هو ده الوقت بتاع الكنيسة، هو ده المعنى لما الكنيسة تكسر أبواب الجحيم، إنه هو ده روح القيامة اللي هو مربوط بروح القداسة اللي مربوط بالتجسد. ما هو إمتى الكنيسة تختبر إقامة موتى؟ لما تدرك عظيم هو سر التقوى، الله جاء في الجسد تبرر في الروح. تبرر في الروح ده مش قصة تاريخية، إن كانت قصة تاريخية بس إحنا كنا فيها عشان إحنا بنطلق هذا التبرر في الروح. أنت متبرر في الروح، اطلق الروح في كل مواجهة، هتلاقي الفتل اللي أي لون تاني بتتحرق، ما بتفضلش إلا فتل بيضة. ليه؟ لأن روحك بررت في المسيح يسوع، صار الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا كي نصير نحن إيه؟ بر الله فيه. حضرتك الآية، بولس مش بيحكي عن تسلسل لاهوت نظامي أساسيات إيمان، بولس بيكلم التيموساوس وبيكلم الكنيسة من خلال تيموساوس وبيقول لهم عظيم هو سر التقوى، بيدي مفاتيح، الله جاء في الجسد. مش بيكلم عن التاريخ، التاريخ ده الخلفية، اللاهوت النظام الخلفية، بس اللاهوت التطبيق بيقول لهم الله جاء في الجسد، تبرر في الروح، تراء الملائكة. ايه اخبار تراء الملائكة دي؟ طيب انا مش الهدف ان انا افسر الايات، بس القصة في التجسد، القصة انه اخذ كل حاجة فينا، فالملائكة كانوا بيتفرجوا على يسوع في الجسد، شايف؟ طب كانوا شايفينه زمان، بس لما دخل الى العالم، المعجزه بالنسبه للملائكه غريبه، ان الكنيسه المسيح في الجسد اللي هو المسيح في الكنيسه النهارده بيصنع ايات وعجائب بالنسبه للملائكه. الايه دي تراءى الملائكه هي يعرف الان عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بحكمه الله المتنوعه من خلال الكنيسه. فالملائكة ما زالت عمالة بتتفرج، هي اتفرجت على يسوع لأنها كانت أول مرة تشوفه في الجسد، واتفرجت على بتتفرج علينا لأنها بتشوف يسوع في الجسد. حد فاهم حاجة؟ عظيم هو السر. ما هو القصة مش مواضيع، أنا بس محتاج تقول، ممكن متستوعبش كل حاجة، بس أنا محتاج إنك، محتاج إن جواك يرتقد الجنين حتى لو لسه ما تولدش، بس يوحنا يقوم رائس جواك كده. ليه؟ لأنه يكونش ممكن وترجع
تهدم بقى تهدم لغايه لما يوحنا اللي جواك ده يتولد، السر يتولد جواك. ليه؟ لانه في حقيقه. عشان كده هو مش بيتكلم عن اساسيات الايمان، كرز به بين الامم اومن به في العالم. هو بيتكلم كان الموضوع خلص، لان في التجسد الموضوع خلص، لان يسوع قد اكمل وتبرر بالروح، لان الموت اتكسر، فالموضوع خلص. هو كرز به بين الامم، هو اومن به في العالم، الموضوع خلص قد اكمل. عظيم هو سر التقوى قد اكمل. حد فاهم حاجه؟ كم مره سمعتوني بتكلم على قد اكمل؟ كتير. ماشي، قد اكمل ده السر. ليه؟ لانه ده سر التقوى، ان الله خلص كل حاجه. انت ماشي تحت امكانيه من امور حسمت تماما، خلصت تماما، انتهت تماما، وانت ماشي تحتيها. وكل مره تطلق ده ان المواضيع خلصت، مواجهاتك، تحدياتك، كل حاجه انت ماشي في سر وراء هذا الكلمه، ده سر تقوى، انك بتتحرك تحت قوه انه أكمل العمل تماما، أكمل حياتك للآخر. قدام حضرتك في الأرض 20 سنة، 50 سنة، 60 سنة، ربنا يديك طول العمر. 50 سنة وستين سنة دول خلصوا بكل إمكانيات الرب للماكسيمم لو ليك نفس، لو أدركت السر. إيه السر؟ المسيح فيا. ما بين قوسين، وانت فهمني صح، أنا يسوع. فانا ماشي هو فيا تعجن بيا، ولان هو فيا وتعجن بيا انا ماشي تحت ملء خلصه هو لكل لحظه بمر بيها الاربعين سنه اللي فاضلين في عمري. ده بيطلق قوه للانتصار. بعضكم سمعني على المشاركة دي، بعضكم سمعني بشارك على المشاركة دي عن مؤتمر، فاكرين كان في شاركت في قصة قد أكمل دي، إنه كان في مؤتمر في بيت إيل من زمان خالص، وكان أول يوم كان غريب جدا، كل حاجة غلط حصلت. سمعتوني بشارك، كل حاجة غلط حصلت في الخيمة. فاكرين كنا بنعمل خيمة زمان في بيت إيل، كل حاجة غلط، أروح شركة معدية كده، ولا حد فهم حاجة، ولا حد شاف حاجة، وكل حاجة كانت غلط غلط. كل أنا كنت شايف الدنيا فخلص الاجتماع، خلص الاجتماع، وخدت العربية ومروح البيت. وقفت في نص السكة الحقيقة في وسط الدائري، وقفت في نص السكة، ما مش هينفع، ده مش مؤتمر، ده معجنة. والرد فعل الطبيعي بتاع أي شخص روحي، انا حرم روحي، انا حرم وكان فركنت العربيه اعمل ايه. وكان الكلمه جوايا بس المؤتمر خلص خلاص. انا شاركتكم المشاركه دي قبل كده، جوايا الكلمه المؤتمر خلص خلاص، وهي نزلت دي كانت اول كلمه، المؤتمر خلص خلاص. المؤتمر خلص خلاص، ده 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 ده, ده الخميس بالليل والحاله صعبه. أنا خلصته، أنا خلصته. اعلن بس أنه قد أكمل، أنه خلص خلاص. وقضيت المشوار من الحتة اللي وقفت فيها لغاية البيتي، وقضيت الليلة وقضيت الصبحية وأنا راجع تاني البيت إيل، بأعلن فقط، ما حاربتش ولا انتهرت روح واحد، لمجرد كنت بأعلن مؤتمر خلص خلاص. يسوع خلصه، يسوع دفع كل الثمن، كل اللي احنا محتاجينه في المؤتمر موجود، لان هو دفع الثمن. وانا بفتح روحي لكل حاجه انت خلصتها انها تنزل على الخيمه. تاني يوم ما كانش فيه روح شرير واحد في الخيمه بامانه، وكان من اقوى لذيذ، وكان من اقوى المؤتمرات اللي بعديها. المؤتمرات اتنقلت، حصل فيها نقلة بعد كده في يعني استمرينا في الخيمة فترة بعد كده. فاللي أنا عايز أقوله إنه عظيم هو سر إيه؟ تقوى. حتة مختلفة خالص، إنه خلص كل حاجة وتنور جواك، كور الزبيه بين الأمم. يا حلاوة. وبعد كده كور الزبيه بين الأمم صعد إلى المجد.
لا وصعد المجد وبعد كده الكراسة ابتدت. القصة ما لهاش دعوة بتستيف لاهوت نظامي، القصة لها دعوة بمفاتيح قوة سر التقوى. طب بعد ما كوري زبيه بالأمم، مش تسلسل، كوري زبيه بالأمم الموضوع خلص خلاص. ليه؟ لأنه هو صعد إلى المجد، هو بالفعل في عن يمين العظمة، هو بالفعل راس الجسد ده بالفعل موجودة. فاكرين الآية بتاعت امبارح كمرسال النفس مؤتمنة داخل إلى مداخل الحجاب، هتفكر حاجة. وبالتالي هو بالفعل راس الجسد ده. حضرتك وحضرتك بتقول المسيح فيك، راسك مش هنا، راسك بالفعل إلى مداخل الحجاب، راسك بالفعل في قدس الأقداس، راسك بالفعل فاكرين الحبل وبيدخل المركب، راسك بالفعل دخل في المجد. فالموضوع محسوم عظيم، ده سر تقوى. خلي بالك سر تقوى ده سر الاسم، سر الخطية. لو خدت الحتة دي وأنا عشان الوقت بس بحبها. لو خدت الحتة دي وكل واحدة خلتها تكبر جواك، تستوي جواك، تكبر جواك بأمانة 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 بأمانة، مش هتشم ريحة إثم بأمانة بأمانة. هو ده ممكن في كتاب، ممكن في الأرض، ممكن تصور في كتاب مقدس في هذا الأوبشن، كتاب مقدس في هذا الأوبشن، لن تذلوا أبدا، كتاب مقدس في هذا الأوبشن. الكلام المقدس فيه أوبشنز غريبة جدا بنقراها وبنسمعها، لا تدنو ضربة من خيمتك ما يسقط عن يمين. الأوبشن موجود، الأوبشن موجود لأنه هو قاله المعلنات لنا. بس عظيم هو سر التقوى، سر الرب الخائفي، والسر ده بيحمل قوة. ده التعريف، عشان كده التعريف كان مهم عشان تفهم ان القصة مش كلمة مش موضوع، ده قوة ماشية في سر، والسر بيحصل جواك في الروح ولازم تطلقه وتدركه وتقف فيه. ده مشوارك الشخصي في الأوضة وفي البيت وفي الحق وفي الكلمة وفي السجود وفي التمخض، ان ده يبقى مستعلن فيك وماشي فبتطلقه تبرر في الروح. يبقى كل حاجة حواليك سودة 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 وتقوم مطلق انت النبضة الروحية بتاع تبرر في الروح، وتلاقي إبليس بيقع. ليه؟ لأنه تبرر في الروح. تقول لي ده آية، ده لاهوت نظامي. نو no. عظيم هو سر التقوى. هو يسوع كان محتاج سر التقوى؟ احنا اللي محتاجين سر التقوى، صح؟ احنا اللي محتاجين سر التقوى، وبيقول لنا سر التقوى هو رؤية 17 عشان الوقت. رؤية 17، انتوا كويسين؟ هتحتاج تسمع ده تاني، انا اسف، دي مش دعاية، احنا مش بناخد فلوس لما تسمع لحظة تاني، ده ليك، ده عشانك. رؤية 17، رؤية 17 عدد 3، مضى بي بالروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له 7 رؤوس و10 قرون. مش هنخش في تفاسير. والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجسات ونجسات زناها، وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة أم الزواني ورجسات الأرض. ورأيت المرأة سكرة بدم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. أوكي، بصوا الصفحة اللي قدامك دي اللي فيها أسرار، دي مش كل أسرار في كتاب مقدس، في أسرار كتير، أنا بس نقيت حبة حاجات للشغل الروحي اللي أنا شعرت بيه بالرب لينا. سر بابل العظيمة أم الزواني ورجسات الأرض. ده سيستم العالم، سيستم العالم. احتياطي لو حكوش فاهم يعني ايه سيستم. سيستم يعني الفابريكة بتاعت النظام، المكنة بتاعت العالم. بابل هي النظام العالمي، النظام المالي، النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي، النظام النفسي، النظام الأممي، النظام الـ 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 النظام العالمي.
النظام العالمي. الكتاب المقدس من أول لحظة، من أول التكوين لغاية الرؤية، في مدينتين طول الوقت، بابل وعدن أو أورشليم أو صهيون أو الإكليسية. الإكليسية مدينة، هنحكي عليها شوية بكرة لأن حكينا عنها كتير. الإكليسية مدينة، الكنيسة مدينة. فالقصص اللي هي في العهد القديم عبارة عن عدن، عبارة عن أورشليم أو صهيون، اتنقلت في العهد الجديد إلى الإكليسية لأن الإكليسية مدينة. وبابل شغالة من تكوين عشرة لغاية سفر الرؤية. بس كتاب مقدس بيقول لك بابل أو السيستم ده ما تبصش عليها من العالم وتقول آه في حتة جميلة في العالم، في حتة وحشة في العالم، في حتة مش عارف إيه، هي نادر ما تسويتش الدنيا، الدنيا مش عارف إيه. أوكي، ده العيان. بس ما لا يرى إن بابل تحتها سر، والسر بابل وراء إبليس قوة، فبابل وراها قوة. فاكرين تعريف سر؟ قوة. ففي سر اسمه بابل، فتتفرج على بابل تقول يا بابل آه يا نادر فعلا بابل فيه حاجات وحشة بس فيه حاجات كويسة برضو. آه انت بص على المتشاف، لكن ما لا يرى بيقول ان في سر لبابل. وسر بابل مربوط بايه؟ أم ذواني ورجسات الأرض. بصوا طبعا احنا ممكن يعني انا عشان الوقت طبعا فيها حجاره كريمه، والحجاره الكريمه هي تقليد، هي ارجوان وقرمز وحجاره كريمه ولؤلؤ وكيس من وكاس من ذهب. طبعا ده تقليد للعرش، ده تقليد للي بيحصل. ابليس يحب يقلد اللي الحقيقه اللي موجوده في العرش بحبه مظاهر كانها مظاهر روحيه. بس القصة اللي في بابل، يعني مش عايز اخش في تفاصيل كتيرة، بس هقول لكم حاجة. بابل بتلعب في الجينات بتاعة البشرية، ولو طالت جينات القديسين، يعني ولاد الرب، جينات الكنيسة. تقول يعني ايه جينات؟ اقول لك يعني ايه جينات. يعني الخلية الأساسية الروحية، مش بتكلم على جيناتك الدي ان اي الجسدي في المؤتمر ده، يعني او يعني دلوقتي مش بتكلم على الدي ان اي الجسدي، بتكلم على الخليه الاساسيه في طبيعتك. سر بابل انها بتلعب في الخليه الاساسيه بتاعت نفسيتك. عارفين ايه خليه اساسيه؟ يعني الدي ان اي، الجين، الخليه الاساسيه بتاعت نفسيتك والخليه الاساسيه بتاعت روحك، ولو طالت طبعا الخليه الاساسيه بتاعت جسدك كمان. عشان كده خدت بالك انه هي سكرة من دم قديسين ومن دم شهداء. هو ايه الفرق ما بين دم القديسين ودم الشهداء؟ ما هو لو القديسين دول سفكوا الدم بقوا شهداء. انتوا شايفين؟ انا شايف ولا اوكي. ايه كم؟ ايه 6. رأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع. ايه الفرق ما بين دم القديسين ودم الشهداء؟ طب ازاي دمهم؟ انا عارف بلعب معاك حبيبي، انا عارف انا بحاول الناس تفكر، الناس بتقعد احنا ما بفكرش. اوكي انا عارف. اخويا قال القديسين عايشين. ايوه، اي القصه انها بتلعب في الدم. لان لو 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 القديسين دول ماتوا زي ما اخويا بيقول، اخويا قال صح، لو القديسين دول ماتوا وسفك دمهم بقوا شهداء، فمش محتاج يقول دم القديسين ودم الشهداء، صح؟ اوكي. فالقصه مش بس انها قتاله، ده دم الشهداء، لكن القصه ان حتى القديسين العايشين هي سكره من دم القديسين. القصه كلها ان الخليه الاساسيه بتاعه حياه ولو طالت ولاد الرب بس كل البشريه، انها تقوم لعبه في الخليه الاساسيه بتاعتك في اتجاه ايه؟ في اتجاه انه مش اول الدرجه دي،
مش فدا للدرجة دي، مش تجسد للدرجة دي، مش بر للدرجة دي، وتقوم لعبة في الخلية الأساسية ولو طالت في الخلية الأساسية بتاعت القديسين. فبتغير جيناتنا من جينات صورة مجد الله إلى جينات مؤمنين بيحاولوا يعيشوا كويسين. ما دي جينات ودي جينات. جينات مؤمنين بيحاولوا يعيشوا كويسين، ده جينات متأثرة ببابل. جينات بهاء مجد الله فينا هي جينات سر التقوى. ازيكم؟ فرق ضخم جدا ما بين حياتك انا ابن ربنا بحاول اعيش كويس، وفرق ضخم جدا مع شركاء طبيعه الهيه قياس قامت ملء المسيح. مش انها ايات مواضيع روحيه، لكن انها بتبقى متجسده في الايه، تبقى متجسده فيك. بابل بتسكر بدم القديسين العايشين. ازاي؟ مش بس بدم شهداء يسوع، بس بدم القديسين العايشين. ازاي؟ انها بتمص هذا الدم، دم القديسين. ازاي؟ انها بتلعب في الجين بتاعهم، في الكور بتاعهم، في المركز بتاعهم، في الخلية الاساسية بتاعتهم. بهم مين؟ بان السر العظيم المسيح فيكم رجاء المجد. الله جاء في الجسد، تبرر في الروح، تراءى للملائكة، الملائكة بتتفرج عليه. فسر بابل انها بتاثر في جيناتك عشان تطرمخها، عشان بس انت مش كويس، بس سيبك من الكلام ده وامشي كويس، بس حاول ترضي ربنا كده، والكلام ده صعب. هو ده بابل، ده سيستم، ده سيستم، ده سيستم افكار، ده سيستم، والسيستم ده بيخش في السيستم حتى بتاع الكنيسه، ويقوم مدخل، مسطح، مبلط، مخلي لاغي السر ولاغي العمق ولاغي الاعلان ولاغي ومخليها مواضيع روحيه حاول تعيش فيها. ولو ما عشتش فيها انت وحش، انت غلطان، فتقع في الشكايه وتحاول تعيش فيها. فلما تبقى كويس تحاول تعيش في المواضيع، ولما ما تقدرش تعيش في المواضيع لانها مواضيع مفتقد السر، مفتقد القوه، تقوم واقع، فتقع في الشكايه، فتتلخبط في نفسك، فاصل انت وحش، فلا لازم تخش في، لازم نعجنك ونشتغل فيك، وكلمة حلوة بس بتستخدم غلط، لازم تلمزة. تلمزة حاجة كويسة قوي، أنا مش ضد التلمزة، فماشي، وبصورة خاصة وبتثبت إيمانك وبتطلع إيمانك، التلمزة حاجة كويسة قوي. لكن لأنك أنت وحش، فأنت فنديك حبة مواضيع زيادة، فتزداد المواضيع، فلما تزود المواضيع بتحاول تعيش في مواضيع أكتر، وتحاول تطلع performance او اعمال اكتر لان المواضيع زادت. حد فاهم حاجه؟ وتخش في الدايره، تخش في فمواضيع بتزداد المواضيع، فيزداد فشلك، فيزداد شكايتك، فتزداد المواضيع، فيزداد فشلك، فيزداد شكايتك، وتلف المواضيع، والرب بقى مواضيع روحيه. والقصه كلها ان في سر حاصل جوه، والسر ده عظيم عظيم. مش في سر تاني عظيم، ما هنخش فيه، في سر تاني عظيم، سر الكنيسه. ليه؟ ان سر الكنيسه هو القوه اللي ضد البابل. فلو في سر اسم قدامه سر عظيم اسمه سر التقوى، في سر اسمه سر بابل قدامه سر عظيم اسمه سر الكنيسه. هتفهم حاجه؟ والأسرار دي مش مواضيع، الأسرار دي ماشية في الروح، دي شغالة، وانت محتاج تتملي بيها وتكترها عشان الوقت. فالقوتين شغالين من أول، من أول عدن وأورشليم، سوري، من عدن وبابل لأورشليم وبابل لصهيون وبابل للإكليسية وبابل لغاية الآخر. وده فيها سر ودي فيها سر، بس السر بابل شغال في الدي ان اي، وسر الكنيسة شغال في الدي ان اي.
فسر الكنيسة شغال في الدم، سر بابل شغال في الدم، وسر الكنيسة شغال في الدم برضو، انه بياخد الدم بتاعك وبيغير الدم بتاعك، زي ما الدم زي ما بابل بتاخد الدم بتاعك وتخففه وتقولك مش مهم، لا مش للدرجات دي، مش سر الكنيسه بياخدك وبيغير من طبيعتك وبيغير من خلق، مش بتكلم بس على الدي ان ايه الطبيعي، بتكلم على بيغير من طبيعتك الاساسيه لطبيعه الهيه، هو شركاء طبيعه 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 الهيه. يعني الشريط معلقش، انا عن قصدي بقى لانه بيشتغل في الدي ان ايه، بيشتغل، فاهمين اقصد ايه بالدي ان ايه؟ في جيناتك، في خلايا، بيشتغل، ومحتاج تدرك ده، روح ونفس وجسد، جسد 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 جسد، في اوبشن للشريط مش بيعلق، في اوبشن للجسد بتاعك ان يبقى امتداد للابديه اللي جواك، مش خنقه للروح. كلكم عارفين اخر حاجه، اكتب رؤيه 21 سر المنارات والكواكب عشان الوقت بس. رؤيه 21 ده فاكرين لما شاف المنارات، سبع منارات وسبع كواكب فوقيهم هي ايه الكواكب؟ مش مهم، مش هرد على السؤال، انا عارف المدارس الروحيه كلها عارفها صدقوني، مش مهم، انا اسف، ده انا فالسبع سر السبع مناير، هو قال، هو اللي استعمل هذا التعبير في سفر الرؤيا، قال سر السبع مناير، فاكرين؟ مش هنفتحها دلوقتي عشان الوقت، رؤيا 21 لما شاف السبع منارات والسبع كواكب في ايدين الرب نفسه ويسوع بيعدي في وسط المناير وقال له سر السبع مناير، انها سبع كنايس، اكليسيه، سبع اكليسيات، اوكي. فالمناره هي السر، فاكرين لما فاكرين زكريا 4، هرتكم زكريا 4، المنارة الذهب الكوز على رأسها والزيت نازل وزيتونتين عن يمين والشمال، وتسمعوها كوعظة. أنا بالنسبة لي وأنا بوعظها أنا بأطلق سر. لو أنت في يوم سمعت هذه المشاركة مني على المنارة والزيتونتين عن يمين والشمال والزيت اللي نازل من فوق والإرسالية والنبوة والملوك وكهنة وحسيت وعظة جميلة، القصة ما كانتش وعظة جميلة، القصة أنا وأنا بتكلم عن ده برغم أني ما استخدمتش كلمة سر، أنا كنت بأطلق السر في أجواء الاجتماع، لأن السر بيطلق قوة، السر بيطلق عارفين الكتب بتاعت الأطفال زمان اللي كنت تفتح الصفحة يطلع لك مجسم كده؟ لو بتطلق السر اللي انت بتقوله بيفتح مجسم قدام اللي بيسمعك. يسوع كان بيخدم كده، الكلامي روح وحياة، بيفتح فوقيكم بيفتح قدام عينيكم أبعاد دايمينشنز عمركم ما شفتوها قبل كده. ده مش بس ليسوع، ده لحضرتك ولحضرتك، إن الروح اللي ساكن فيك روح يسوع، ولما السر بيتحرك بيفتح مش بس ليك، وبيفتح قدامك وبيفتح للي بيسمعوك. هذه الصفحة اللي شايف حاجة بقت مجسمة، حاجة خرجت. فلما تتكلم بالسر ممكن تتكلم نفس الكلام زي ما تكلمنا كتير عن زكريا 4. أنا بحب زكريا 4 جدا، لا أنا قضيت على الأقل سنتين في زكريا 4 ده، لأنه مش موضوع أوكي. فلما بحكي عن زكريا 4 الحقيقي اللي بيخرج مني هو السر، والسر زكريا 4 هو سر الإكليسية، لأن المنارة زكريا 4 سر المنارات هو سر الإكليسية. بس خلينا بص على الآية اللي احنا قريناها ونختم بيها في أفسس 5 عن الجواز، عدد 31 أفسس 5، ونختم بالآية دي عشان الوقت. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه والتصق بامرأته ويكون الإثنان إيه؟ هذا السر عظيم، لكني أقول من نحو المسيح والكنيسة. يا رب تنور من غير ما تكلم.
لأنها آيات معتادة احنا متعودين عليها في الكنائس وفي الجوازات. لا، محتاج تشوفها مرة تاني. ويكون الاثنان جسد واحدا. أنا مش بتكلم عن الرجل وعلى مراته، بولس بيقول لك، هو اللي بيقول مش ويكون الاثنان جسدا واحدا. بالمناسبة بولس اللي بيقول، دي الترجمة التفسيرية لنادر شوقي. ويكون الاثنان جسدا واحد. بالمناسبة أنا مش بتكلم على الراجل ومراته، أنا بتكلم على المسيح والكنيسة. مرة كمان، ويكون الاثنان جسدا واحدا. بالمناسبة أنا مش بتكلم على الراجل ومراته، أنا بتكلم على المسيح والكنيسة. أهو، يكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر، السر هذا السر عظيم، لكني انا اقول من نحو المسيح والكنيسه. بالمناسبه انا بتكلم على المسيح والكنيسه. وسر بابل بيلعب في الجينات، والسر الكنيسه اعظم، عظيم. فاكرين عظيم هو سر التقوى، عظيم هو سر المسيح والكنيسه. هذا السر عظيم. مش حلو ان السر اللي ماشي جواك يبقى اعظم من اي سر ماشي حواليك؟ مش حلو ان القوة اللي ماشية جواك بس هذا السر عظيم، هو سر التقوى، عظيم هو سر المسيح والكنيسة. ومفتاح كل سر هو سر التجسد، المسيح والكنيسة. يصير الاثنان ايه؟ واحد. بس ايه ده؟ الكنيسة ده الإكليسية. الإكليسية يعني الجينات بتاعتها تغيرت، عشان كده بقى واحد، بقوا دم واحد، بيطلعوا عيال بدم واحد. لما بيطلعوا عيال في الطبيعي بياخدوا جين من هنا وجين من هنا ويطلعوا عيال، صح؟ فبقى دم واحد. فالكنيسة بتلعب في الدم، بابل بتلعب في الدم، سكرة من دم قديسين، والكنيسة بتلعب في الدم. بس مش بتكلم على الدم، فاهمين؟ بتلعب في الـ في الـ في الـ في الاساس بتاعك، بتلعب في الكور بتاعك، بتلعب في الخلايا الاساسيه بتاعك، بتلعب في جيناتك، بتلعب في طبيعتك. هو ده على خلاف الطبيعه. عارفين ايه على خلاف الطبيعه؟ روميه 9. انا قلت روميه 11، ايه؟ روميه 9 ولا روميه 11؟ روميه 11 في الاغلب، روميه 11. على خلاف الطبيعه، على خلاف طبيعتك. أصلاً جسدي، أصلاً طبيعتي جسدي. حبيبي ده مش عذر، ما تعلقش عليه الشماعة. عندك أوبشن، طبيعة مختلفة لجسدك، عندك طبيعة مختلفة لروحك ولنفسك على خلاف الطبيعة. والطبيعة ده الإكليسية، دي الكنيسة، دي حجارة حية. وسر المسيح والكنيسة أعظم من سر بابل. عشان كده إنك أصلاً ما بحبش أحضر اجتماعات، مش عارف اقول لك ايه، بس في الاكليسيه دي، الاكليسيه دي سر، الاكليسيه دي السر. من كام سنه كده، طبعا الكنائس بتخاف تعزمني، علشان في كنائس جريئه، يعني مش الدرجه دي، بس في كنائس بالذات لو هي بتخاف انها تدعو واحد زي اللي احسن اشط اهرتك اعمل اي حاجه. ففي كنيسه متاثره بالحاصل، دايما الموضوع بيطلع من تحت لفوق مش من فوق لتحت. فكنيسه متاثره بالحاصل في وسطينا، وبتتابع بطريقه دايما بيحصل من خلال الناس. فالناس ضغطوا على راعي هذه الكنيسه، لازم نجيب. اوكي، فالراجل اتزنق لهم، لا مش هنجيبه في الكنيسه عشان الفضيحه ما تبقاش علنيه. أنا بكلم بجد، دي قصة حقيقية. فحنجيبه للخدام عشان الموضوع يبقى ملموم، ولو غلط حلمه أنا يعني. فدعيت لمؤتمر خدام في هذه الكنيسة، ماشي 40-50، وأنا ما عنديش مشكلة، ما فرقش معي الأعداد. فسافرت، كان بلد مش في مصر، سافرت لهذه البلد من أجل 40-50 ورجعت. تاني يوم يعني قضينا أول يوم، كلمت عن البنوة وكده، عدينا نشكر ربنا. تاني يوم بالليل، مش عن قصد يعني، اتكلمت عن الإكليسية. الراجل ده كان قاعد في الآخر، طلع في
من النص كده وعينيه بتدمع. قال يا نادر انت مصدق في الكنيسه اكتر مني، انا اسف، وحكى لي القصه، انا اسف انا ما كنتش عايز اعزمك عشان احنا كنيسه وانت مش كنيسه، لكن انت مصدق في الكنيسه اكتر مني، انا بعتذر لك ومحكي لك القصه. القصه ان الكنيسه مش حيطان، الكنيسه مش، الكنيسه سر، الكنيسة السر، الكنيسة السر، وسر عظيم بيكسر سر بابل، لأن المواجهة اللي حصل من أول الكتاب ضد بابل هي مدينة، هي أورشليم، هي عدن، هي الصهيون، وفي العهد الجديد هي إكليسية، هي المدينة. فكلمة إكليسية دي كلمة لازم تحبها جدا جدا جدا، لأنها السر عظيم، هذا السر، هذا السر عظيم. أقول من نحو المسيح والكنيسة إن الاثنين بقوا واحد، بقوا جسد واحد، بقى غير في الطبيعة، غير في الخلية، غير في الجينات، غيرنا. بابل تيجي تقول لك مش للدرجة دي، مش للدرجة دي، ما أنت شايف حالتك، ايه الكلام ده طاير في الهوى، بص على حالتك، بص على السيستم، بص على الواقع، بص على اللي بيحصل، هترجع وتقع مش عارف ايه، شايف عيالك عاملين ازاي، شايف بتزعقه بعض ازاي. فبابل تقوم مص دمك، سكرة بدم القديسين ودم الشهداء. والقصة كلها إن السر كل ما يمشي فيك، هذا السر قوة بتنقلك للصورة بتاع التجسد يسوع في حياتك، وما تسمحش للشكاية تأثر عليك مرة تاني. غمض عينك، تعالوا نوقف كلنا ونصلي. أبويا السماوي بنعظمك، بنحب نصلي يا جماعة دقيقة نصلي. أبويا السماوي بنعظمك، بنرفعك، بنعليك، لأنه يا رب أنت لم تتركنا في العالم ضد سر اسم وسر بابل بدون قوة. أشكرك من أجل قوة السر الذي لنا في المسيح يسوع. المسيح فينا رجاء المجد، المسيح فينا رجاء المجد. ما تجسدش علشان تجسد بينا، ما ماتش علشان بس مات بينا، ما أمش علشان بس لكن قام بينا، وقال قد أكمل، قد أكمل، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، وصعد إلى المجد. يا رب بنعظمك، بنعظمك، بنعظمك. لو تحب ارفع ايدك معايا يا رب وعظم الرب بلغتك، اعمل دوشة، طلع صوتك، عظم الرب، ارفعه وعليه، مجده، علي، مجرد ارفعه، علي، قول يا رب خلي السر، خلي قوة السر تسري فينا، خلي قوة مجدك وحضورك، الاثنان يصيران واحد يا رب، المسيح والكنيسة، هذا السر عظيم 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 يا رب، عظيم سر التقوى، عظيم سر الإكليسية والمسيح يا رب. تعال بقوتك فينا، تعال بحضورك فينا، افتح عينينا وحرك أرواحنا للسر اللي شغال، للسر والقوة اللي شغال يا رب. تعال انقلنا من مواضيع، من مواضيع روحية إلى سر بالتدبير، نعمة أبدية شغال لتجمع الكل في المسيح يسوع يا رب. بتحرك روحك، بتحرك سرك، بتحرك إكليسيتك للمجد، لتدبير ملء الأزمنة، ليجمع الكل، الكل في المسيح يسوع باسم الرب يسوع. يا رب نعظمك، بنعظمك يا رب. نور 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 رب، افتح حواسنا الروحية لكي نبصر أسرارك ونفهم أسرارك. افتح حواسنا الروحية يا رب، افتح حواسنا الروحية، افتح حواسنا الروحية، افتح حواسنا الروحية يا رب، افتح حواسنا الروحية يا رب، لكي نبصر، لكي نلمس، لكي نسمع، لكي نختبر، لكي نجري في اسم الرب يسوع. أشكرك أبويا السماوي من أجل كل ما صنعته. أبويا السماوي ضع إيدك على كل قلب وكل أحشاء هنا بروح الحكمة والإعلان في معرفتك، بروح الحكمة والإعلان في معرفتك يا رب. هللو يا رب. أي امتياز، أي امتياز،
الكلمة حل بيننا، حل تبرنكل، حل بيننا، حل بيننا، الكلمة حل بيننا، الكلمة حل بيننا، عظم يسوع، الكلمة حل بيننا، حل بيننا، الكلمة خليها تنور جواك، الكلمة حل بيننا، خليها تنور جواك، الكلمة حل بيننا، خليها تنور جواك، اسم يسوع. عشان كده به نحيا، لأنه هو بقى فينا، هو المسيح فينا، فبه نحيا، به نتحرك، وبه نوجد، لأن المسيح في الجسد هو ده أحيا. لا أنا، الكلمة حل بيننا، هو ده يستف كل الحق، كل المواضيع الروحية بتتستف في سر التقوى. الكلمة حل بيننا، الله جاء في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة في اسم رب يسوع. بنعظمك، بنعظمك يا رب، تعالى نور، نور ويزداد نورك، ويزداد إعلان تجسدك يا رب، ويزداد إعلان اتحادك بالكنيسة يا رب فينا أكتر وأكتر وأكتر، يزداد إعلان اتحادك.